مشاهدينا اهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من تلفزيون النهار والتي يشاركني في تقديمها رياض بن عمر. اهلا بك منال، اهلا اهلا بك بكم رياض. مشاهدينا. كشف الوزير الأول عبد الملك سلال على هامش افتتاح الدورة الربيعية لغرفتي البرلمان، كشف على أن مشروع تعديل الدستور هو التزام رسمي وهو قيد الدراسة، وسيتم عرضه قريبا على البرلمان دون تحديد أجل محددة. الدستور هو هذا حقيقة كان التزام من رئيس الجمهورية، إن شاء الله عن قريب سيأتي إلى النقاش على مستوى البرلمان. في هذه الدورة لا لا مازال مش في هذه الدورة مش في هذه الدورة الربيعية. إن الله على كل شيء عليم. قضية اجتماع البرلمان تأتي في وقته وياتي إن شاء الله. كما أكد الوزير الأول فيما يخص قضية مقتل زعيم كتيبة الملثمين مختار بالمختار أنه لا توجد أي معلومات رسمية تؤكد خبر مقتل زعيم التنظيم الإرهابي الذي تبنى عملية الهجوم على منشأة الغاز بتيغنتورين. ومن جهته كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قبلية أن مختار بالمختار يكون قد قتل بنسبة 99% في الوقت الذي لا توجد أدلة. أحمد حفصي ثانية. مازال حتى خبر يؤكد على الشيء هذا. ما هو مقتل بلاش مأكد في 99%، ولكن حنا ما عندناش الحجج والادله عليها. هذا يهم الناس اللي قتلوه. نفى ناشطون على المواقع الجهادية المعروفة نبأ مقتل مختار بالمختار المكنى خالد أبو العباس أمير كتيبة الملثمون ومؤسس كتيبة الموقعون بالدماء. وقال الناشط الذي تعود على نشر بيانات لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قال إن القائد خالد أبو العباس قائد كتيبة الموقعون بالدم حي يرزق، وهذا حسب ما نقلته وكالة صحراء ميديا الموريتانية للأنباء. أما فيما يتعلق بعبد الحميد أبو زيد أمير كتيبة طارق ابن زياد التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فقد نفى أن يكون قد قتل خلال معارك مع الجيش التشادي، مؤكدا على أنه قتل خلال قصف فرنسي لحصنه في مواقع تيغرغارين التي لم تصلها بعد القوات التشادية. الحركات الأزموية في الساحل الإفريقي هو عنوان اليوم الدراسي الذي احتضنته المدرسة العليا للسياسة بالجزائر، أين تطرق فيها مستشار الجمهورية الدكتور محمد كمال رزاق بارا عن العوامل التي جعلت من مالي ملاذا للجماعات الإرهابية والمساهمة بدرجة كبيرة في تدخل المجتمع الدولي في مالي، بالإضافة إلى المخاطر المستقبلية اللازمة في مالي. المزيد في ميكروفون ياسين باباسي. هناك ربع عناصر جوهرية التي يمكن إبرازها في الفهم الصحيح لعناصر تدويل الأزمة. أولا الإرهاب، ثانيا المخدرات، ثالثا تداعيات الأزمة الليبية وتدخل الناتو في الأزمة الليبية، رابعا الأزمة الإنسانية وخروقات حقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي. الخطر الأول بالنسبة لي أنا شخصيا هي عسكرة الأزمة، لا ميليتاريزاسيون، هكذا أن نبعد جميع العناصر الأخرى ونبقى نتكلم فقط عن المسائل العسكرية. ليتنيزاسيون معناتها انه الازمه تولي بين البيض والسود، تولي بين المسلمين وغير المسلمين. الخطر الثالث هو التفكيك، لا ديستركتوراسيون، وهنا جميع الفاعلين كانوا جهويين او غير جهويين بما فيهم الجزائر ممكن ربما يلعبوا دور باش نتجنب الاخطار الثلاثه. إلى خبر آخر مشاهدينا، أعلنت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين أعلنت عن تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء مصحوب باعتصام أمام الملحقة الوطنية لوزارة التربية بالعاصمة، وذلك استجابة لطلب ممثلي الولايات ونتيجة ما أسموه بيان التنسيقية بالغليان
ما أسماه أقول بيان التنسيقية بالغليان الذي تعيشه القواعد والنداءات بتصعيد وتيرة الاحتجاج من أجل رفع مطالب القاعدة، أهمها إدماج المساعدين التربويين في الرتبة القاعدية المستحدثة 10 بدل 8. متابعة في الموضوع لزميلين عبد الله بودبابا وهشام طلبي. احنا طلبنا ومنذ البدايه بادماج كل المساعدين في الرتبه القاعديه المستحدثه اللي هي مشرف تربوي، واللي هي كانت مكسب للتنسيق لاننا اول من طالبنا به. لكن الغريب في الامر انه يتم ادماج المساعدين التربويين ذوي 10 سنوات فما فوق في الرتبه 8. الرتبه 8 هذه كانت موجوده في القانون قبل تعديله منذ 2008، ولم يعني يتم ترقيه المساعدين طيلة تلك الفتره. المساعد التربوي راه رتبه زائله في طريق الزوال، ومساعد تربوي رئيسي اللي هو في الرتبه 8 راه رتبه زائله كذلك. هذا الامر اللي يعني اثار استغرابنا، ونحن نبقى نلح ونطالب انه لابد من تثمين الخبره المهنيه بالنسبه للمساعدين الذين الكثير منهم من هو يعني على ابواب التقاعد، منهم من توفى ولم يستفيد يعني من اي ترقيه ولا تكوين طيله مساره المهني. نتائج تحاليل الماء الذي كان يستهلكه تلاميذ ثانوية الشهيد كتروسي أحمد بحي الحمدية بشلف تضع حدا للإشاعات التي تداولت على مدار 20 يوما تقريبا، والتي روجت لوجود جن داخل الثانوية تسبب في حالات الإغماءات التي مست أكثر من 50 تلميذا. السبب الرئيسي حسب التحاليل هو نوعية الماء الذي كانت تمون به الثانوية. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. كمان الله.